بنوك الطوائف حيي جميع الطوائف حيي جمهورية الطائف صحايف 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 مين صحايف ملوك الطوائف إبداع فني بيمزج وجع الحاضر بصور من الماضي القريب والبعيد، حكايات وشعارات ورمزيات وإيحاءات تتسرب بسلاسة إلى محبيه. إنه المسرح الرحباني، أصالة متجذرة، التزام ورسالة، فراسة غير مسبوقة في عالم المسرح والفن، تنبؤات وصور مشهدية ما زالت قابلة للحياة، من فخر الدين إلى المحطة وما قبل وما بعد، مرورا بملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، وأخيرا وليس آخرا يطل علينا المسرح الرحباني بجديد منصور حكم الرعيان، العدل المطلق والرجل المناسب في المكان المناسب، شعارات وأحلام في عالم السياسي تحققت في جمهورية كرمستان. فماذا عن لبنان؟ نترك الحكاية لإبداع منصور بإطلالته جديدة وعبر محاكاة لبنان من خلال كرمستان. صباح الخير أستاذ منصور. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. منور دايما. الله يخليك. يخزي العين. خليك. مع شي 2-3 كيلو زيادة. ايه معي. في كسل، ما في رياضة، ما في لا مشي. لا لا في كتابة. خبرنا غادي. في كتابة طيب بس. ما فيك تكتب وتفكر أنت وعم تعمل في الرياضة شوي. لا أكل. بس. كتابة وأكل. ايه. والكرواسان زحتن من قدامك جبتن ايه. لقدامي هيك. نشمع على الريحة أنا وياك لأن بدنا نحكي كتير. يا منحكي يا ستي منحكي. يا أستاذ منصور بلشت مثل ما لاحظ غادي اليوم أنا بالبرنامج لأنه مبارح هيك عملت جولة على الناس. من بعد ما الواحد يتعب ويحضر وهيك بحب يشوف الناس شو عم يعملوا لأنه بيكون قاعد مثل ما حضرتك بتعمل عم تكتب وعم تخترع وعم بتألف. قلت لأبرم شوي، برمت على الناس لقيتهم هن بدني والحكام والمسؤولين بدني تاني مثل ما بتقولوا الحكام الأطعام بوادي والرعيان بوادي. زهقوا الناس، تعبوا الناس منصور لهالسبب. شو بهن الناس برأيك؟ شو بدهن الناس لهالسبب؟ كانت حكم الرعيان. أنا من البؤس ومن التعاسة ومن الفقر اللي عم يتخبط فيه شعبنا كتبت هذه المسرحية. بدي ضحكهم، بدي أبسطهم، ما بدي خليهم يقعدوا يفكروا بالفلسفة وهذا، بدي خليهم يضحكوا على أوضاعنا وعلى تعاستنا وعلى هيك عم بيحقوا لهم الناس لأنهم تعسى. ولازم أقول أنا الحقيقة، أنا ما بدي أكذب، أنا ما بدي عادي حدا برضو. ما بدي عادي حدا، لكن الحقيقة أن تعلم وأن تعلن وكل من يعرف ويسكت يكون متواطئا. حكم الرعبين مسرحية ما حدثت وما راح تحدث، غير واقعية وغير واقعية، وكمان ما بتنطبق على بلداننا السعيدي لأنه نحن عنا ديمقراطية والعدالة والغنى والهدى. هاي بلد يعني حكي ما بتخضع لأي منطق. لأي منطق أبدا ما بتخضع. منصور تسمح لي أرجع معك لكلمة قلتها من شوي، إنه أنا ما بدي عادي حدا، مش ضد حدا، مش موجه، لكن بدي أقول الحقيقة. بدي أقول الحقيقة. بدي أقول ليش دايما هالحدا شاغل البال؟ يعني دايما إذا حكينا منخاف يقوم الحدا أو أي حدا يقول عم نحكي عنه مثلا. أنا هالحدا ليش رعبنا هالحدا؟ الحدا دايما لأنه في واحد مجهول دايما. هالحدا ما بنعرف كيف متجلي، كيف حقده بيتجلى علينا، كيف الرياكسيون تبعه. أنا قلت لك لأنه في كتير ناس ضد الحقيقة، في كتير صرتي شايفي موديلات عم مش مزبوطين وعاملين حالهم انه هني كوركت وهني اوادم بالبلد، بس للحقيقة عم يغتالوا الناس وعم يغتالوا الشعب. وانا علي اقول هالكلمة حتى على قطع راسي، بدي اقول كلمتي وبدي خلي الشعب هذه المرة يشوف ويضحك. مسرحيتي مغرقة في الحداثة، مسرحيتي هي اليوم عم بتصير.
بقول كلام حتى بعد هيدا، لكن في الحقيقة أنا ما بقدر أكذب على الشعب. مسرحيتنا تحدث اليوم وتحدث في كل لحظة، ونحن نتحمل أوزار هذه الأعمال اللي عم بتصير. يعني حتى كل شيء بالديكورات يمكن والسيارات والملابس العصرية، يعني مكان غير محدد جغرافيا. لا لا، بس مش رح ننسى معك وبحكم الرعيان هويتنا الشرقية، يعني الإطار العام للديكور مستوحى من منطقتنا، من تاريخنا الهندسي مثل القناطر وزريبة المعزي وغيره. يعني في كتير اشياء بتدل نحنا وين، في زريبة بس انت معزي ما بدك تحدد المكان. في زريبة معزي سويسرانية، وفي فرنسوية، وفي معزي حرشية عنا نحنا، معزي حرشية. والمعزي الحرشية منشان توسيع ثقافة المستمعين، العنزي الحرشية يعني السودة. ليش سودة؟ لأنه بتضاين وبتحمل تعب بالأحراش وبتحلو أكثر من غيرها بالهيلة. نعم. لذلك نحن المعزي الحرشية إلى مرج كبير عندنا بالمسرحية. نعم. منصور كمان بدي أقطعك قبل ما نتابع بحكم الرعيان، لأنه الهيئة هالمرة حكم الرعيان عم تحكي يعني مثل كل المسرح الرحباني عم بتظهر صور بين الماضي والحاضر، وعلينا نستخلص علينا نستخلص عبر ما في ماضي. شوف، علينا نطلع بمقارنات معينة. ما بعرف، أنا بحكي، أنا إنسان مش وعاز، أنا إنسان بتقول الحقيقة مثل هيك، ما بحل، بفضل الناس تحل المشاكل. يعني الناس رح تطلع هيك بعناوين بمقارنات عن حكم الظل، عن عشق السلطة، عن دور المرأة أوقات هيك الحب والعشق والغرام شو بيغير، المعارضة أيضا، طيبة سعدون، بنرجع منقول من هو سعدون وصراع البقاء. سعدون هو الراعي، هو الراعي بيصير ملك. يعني هاي عناوين ممكن نطلع فيها. أو إنك اليوم منصور الرحباني عم تتناول العرب أيضا وأيضا، وتروج لإصلاح ما في شرق أوسط داخلي مش مفروض من الخارج. لا 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 لا، لا شرق أوسط داخلي، ولا ما أنا مش مع الأمريكان ولا مع حدا من اللي عم يعني نظرية الشرق الأوسط. أنا زلمي عم بتطلع وأحكي شو في عنا، وأنا إنسان بدي أقول اللي بحسه لأنه أنا ابن الشعب، ما بستوحي من مطرح. أنا مستوحي يعني قد ما يكذب الوحيد ويمعن في البعد ويغرق، هو ابن شعبه. إذا ما كان ابن شعبه وابن آلام شعبه وابن فرحه بيكون عم يغلط. نعم. وبيكون يعني ما بيتفاعلوا معه. قلت لك أنا هلا نيي ابن هذا الشعب، وحكم الرعيان قال له قولوا له لست الحسن الراعي حكم كرمستان، يا حلوي لا تنغشي منصه كانوا رعيان. شفتيني كيف؟ نعم. وين لوين انا بدي روح مع هالكلمه اللي عم بتقولها استاذ منصور؟ شو يعني هالكرمستان هيدي اللي عم تحكي عنها مملكه بيحكمها ملك غريب الاطوار، ملك متسلط. متسلط ايه؟ بحكم مطلق، متزوج وما عنده أولاد ولا ولي للعهد. لا ما عندهش ولي للعهد، واتضح فيما بعد من سياق القصة انه زبط اخه توديه بحوادث غريبة. يعني حوادث. طيب الحكم لإله. أيوة. هل هو مثل كل الملوك يعني اللي بينسوا شعبهم يتخبط بعذابه ضرائبه جوعه؟ شو دور المعارضة هون بكرمستان؟ هل في معارضة أو معارضات بكرمستان؟ في معارضة وفي معارضة تانية، في أراني، في لقاءات، في حوارات، في حوارات وفي مؤامرات وفي مظاهرات كمان. شو بتغير المعارضة بكرمستان؟ معارضة شو عم تغيرها؟ ونحن معارضة كرمستان شوي انتهازية. ما بعرف، نحن معارضة كرمستان انتهازية شوي. لأنه لم بيصح الصح الله بتتحد هي والملك تيلغوا الملكية وينادي حيله رعد الرابع. نعم. ورعد الثالث بده يعمل حيله رعد الرابع رئيس جمهورية كرمستان. ليش؟ لأنه المعز حكم. شفت كيف؟ نعم. المعز صار حكم وعم بيظبط البلد. بس المعارضة كتير أصرت عليه لها الحاكم تعيين ولي عهد، بس ما كان يقبل، ما كان يقبل، ما عنده ثقة بحدا. الثقة في الحكم استاذ منصور، مش كنتنا نحن هيدي الثقة؟ خبرنا، خلينا نحكي شوي أكثر عن الثقة بين المسؤول والرعية.
بين الحاكم وأفراد يعني الدولة، خلينا نقول بين الدولة ككل والناس، هيدي الثقة كيف بتركز عليها منصور الرحباني؟ الثقة حالة، متى وصل الإنسان لحالة معينة بيصير هو يوحي الثقة. بقول أنا مثلا وردي توحي الثقة لأنه من تصرفاتك ومن حركاتك ومن أقوالك ومن أعمالك بتوحي لي الثقة، بتصير أنا عندي ثقة فيك شو ما عملتي. إذا ما إجا حاكم هيك، إذا ما إجا حاكم بالمستوى العظيم بالمستوى الفكري الكبير وبالثقة اللي بيعطيها للناس حتى يوثقوا فيه ويمشوا سوا مشوار العمل والتطور، ما رينافير ما في. كيف بيوحي الحاكم بالثقة استاذ منصور؟ تصرفه. كيف تصرفه؟ هل في وصفة، في مقاييس ومعايير معينة لأي حاكم ليوحي بالثقة لشعبه؟ أن يكون صادقا وبيوعد بشغل يعملها، مش يوعدوا ناس بأشياء ما بيقدروا يعملوها. بدنا نصلح شغلي تدل 10 سنين مثلا. بدي خبرك شغلي، أنا في حد بيتي أنطين لا شركة معينة من التليفونات الخديوي، اتصلت بالمسؤول قال لي بكرة سكرتيري بيكون عندك تشوف. قلت له هاي عن توحي عن تعطي ريحة مثل المزوت بتفوت على البيوت ويمكن توحي أمراض صدرية لأنه في ناس بيقولوا هيك. قال لي أوكي. شوي اتصل في المسؤول قال لي أوين بيتك كذا كذا، قال لي بروح بشوفها رح أكشف عليها وقال لك. لحد هلأ صار لها 2 3 شهور ما حرفك. طيب هيدي قبل الانتخابات البلدية منصور؟ ايه اهتم. ايه مرقت الانتخابات؟ مرقت الانتخابات، ما له علاقة نسي الموضوع البلدية. ما لا ما له علاقة، لا انه عم نحكي انه اوقات المسؤولين بشو بيهتموا بالناس، عشية الاستحقاقات. هاي عشية الاستحقاقات، هاي أتعز شيء، هاي أتعز شيء اللي نحن متواطئين مع بعضنا. نحن الحكومة اللي عم تجي يا ستي هي منا، مش من أستراليا ولا من النمسا، جاي منا. في قانون لازم يروح، في يعني اتفاق جهنمي بين الناخب والنائب. النائب بيقول له شو عملت مثلا، طرق سكيني حامي الفرد وقفت هون عكس السير عملوا فيي ضبط، بيروح النائب بيشيلوا المخالفات. ليش؟ على أساس عم بدينوا، بيقولوا خدمات، بيعمل خدمات. هالخدمات الصغيرة إنه نحنا منوثق بفلان مننتخبه لأنه بيعملنا خدمات، ضربنا واحد بمشيلنا قتلنا على طريق بيزبطنا. لك يا عمي ينتخبوا الخدمات الكبيرة اللي بيعمل دراسي بلاش، العلم بلاش، اللي بيعمل تقاعد للناس الشيخوخة، اللي بيعمل الأدوية التطبيب والهيدا. نحن مهتمين بالخدمات وبوزارات الخدمات إنه هيدا بيخدم هيدا وهيدا بيخدم هيدا، ما رح نخلص منها. منرجع لحكم الرعيان والحكم بلبنان، وبدي أرجع للحدا إنه مش خايف من حدا من بعد هالمسرحية من بعد حكم الرعيان. حكينا إنه دايما وقت منحكي أو مننتقد ما منكون حاطين قدامنا شخص معين هيك بالصورة وبالاسم وعم ننتقده. حتى كمان اليوم لفتني كلام من نقول بجريدة النهار، كتبت روزانا أبو منصف زميلتنا العزيزة تحت عنوان مواقف صفير بالاستحقاق أوضح الرسائل لمن يريد أن يفهم. وهون كمان من بعد ما كتبت يعني يقول البطريرك أيضا لست ضد أي شخص على المستوى الشخصي، وليس من مصلحتي أن أكون ضد أحد، ولا أريد أن أكون فريقا، ولا أستطيع أن أكون كذلك. البلد منقسم قسمين، قسم يسعى إلى الطغيان على الآخر وواحد منهم بيعمل من أجل أن يبقى رئيس والآخر يقف ضد هالرئيس، وكل فريق يحاول أن يظهر أنني معه وأؤيد وجهة نظره ويحاول تجهير مواقفي حسب قول البطريرك لمصلحته. لا أريد أن أدخل في جدل مع أي كان، ولكن أنا مع المبدأ ولست فريقا، لكن هذا لا يعني أن لا رأي لي، وأنا قلت رأيي. أنا ضد الوضع القائم والأخذ بالبلاد إلى الهاوية والإفلاس، ولست ضد
شخص محدد ولا مصلحة لي مع فلان أو فلان آخر، بل أنا مع البلد ككل ومع بقاء اللبنانيين بأرض وتفاعل بعض مع بعض. هيدا كلام البطرك. في النهار اليوم لغبطة البطرك بعد ما جاء في كلام غبطة البطرك لا يعلو على هذا الكلام، لا يعلو على بدنا هذا. نرجع للحدا وللشخص يعني الرحباني على مدى سنوات العمل منصور وعاصي والياس وكلكن وقت كنتوا تحكوا يعني ما كان في شخص ما كان في حدا. لا 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 والهلا ما بقصد أنا اليوم بحكم الرعيان ما بق لا شخص معي أنا خلينا نرجع لحكم الرعيان. أنا بقصد بحكم الرعيان مش واحد ومنا، أنا بقصد جو معين، ما بقصد فلان جو ما بقصد فلان، ما بقصد فلان لأنه إذا بتقصدي أشخاص معينين بيصير العمل آني وساعتها بيقشد بيصير ديباسي بعد مدة صغيرة. أنا لا، أنا بقول مثلا مطرح بدك تعرف بدك تقعد بالأسطورة لازم تفل من الصورة، تعرف تفل من الصورة، شفتي كيف؟ هاي واحدة من كلمات. لذلك أنا ما بقصد حدا، بقصد إنه الإنسان تيدل بقلوب الناس لازم يعرف يفل، شفت اللي جي ها؟ الإنسان تيدل بقلوب الناس لازم يعرف يفل. بدك تقعد بالأسطورة لازم تعرف تفل من الصورة. فإذا بشو بتختلف مسرحية حكم الرعيان عن باقي أعمال منصور، عن باقي أعمال المسرح الرحباني؟ عمل جديد وحديث وهذا، وفي يمكن في أشياء بدها تنقل أكثر، في صارت اللغة والأوضاع، الإنسان ابن 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 وقته، ابن حالته، ابن الظروف وهذا. اصحى تفكري إنه إنسان مثلا قاعد بظروف تعاسي وهذا وعم يحكي عن أشياء تانية، ما بيكون ابني. أنا ابن هالظروف، أنا كبستني الظروف مثل ما صحتني مثل نصيحة غيري. لذلك بدت المسرحية هاي بتغرمش أكثر وفيها جرأة أكثر وفيها صراحة أكثر. بس البعض بيعتبرك منصور إنك بتحكي بتتكلم بالرمزية والنصح دون الدعوة إلى الثورة والتغيير، أنا وبالتالي دون الرفض الصارخ للواقع الأليم المريض. أنا مش جريدي تقدر هذا، ومش عم بخطب على مسرح تقدعي ومفزوا على الثورة. هاي دي أنا جي الثورة، بدي خبرك شغلة في المبدأ، الثورة هي لتغيير وضع، فإذا تغير هذا الوضع وحكمت الثورة صارت حكم وصار بدها ثورة عليها تتخلص. هيدا في التحليل. كيف بتغير بلا ثورة؟ ليك ما في ثورة ديمقراطية؟ اسمعت عشرين. أنا في ريفوليسيونير وفي ريفولتي، أنا ريفولتي أنا إنسان دائما متمرد مش سائر للتغيير، بدي غير الإنسان. الإنسان إذا تغير بتعودش بحاجة لشغلات كتيرة، بيصير هو بيمشي للرقي. لذلك أنا ما بجي بحمسهم على الاعتاد، بس بدعيهم بكل هذه الأعمال، عم بدعيهم للناس إنه غيروا أوضاعه، عم بدعيهم إنه يقوموا، بس ما بجي بقول قوموا ضربوا قوموا فلونوا، بصير شغلي كأني واقف بشارع وعم بحكي. برأيك الناس بلبنان صاروا كسلانين هالقد؟ كيف؟ الناس بلبنان البعض بيتهمهم بالكسل، هل هني أولا كسلانين من أنهم يغيروا شي بوطنهم وبالتالي في كسل للذهاب إلى المسرح وغيره؟ هيدا شيء تاني شوفي نتطرق له بكلامنا عن المسرح أيضا. خلينا نحكي عن كسل اللبنانيين في التغيير، هل هناك كسل معين؟ ما في شك في كسل عنا. بيقول نحس تتعرف عليه بتعرفه ولا خايف تتعرف عليه، هيدا من الأمثال اللبنانية اللي بتخليها هيك الإيد اللي ما فيك تعضى بوسة وتعليها بالكسر، هيدي من هيدا فيها بطنية لبنانية. نعم. فنحن شعب بيسجل وبديهين، ومرات ما حدا يوخزني أنا من هالشعب، مزعبرج الشعب يكتب شوي. لذلك أنا بقول إنه الشعب اللبناني ما بيسور تريرار، وبعدين في مشكلة الطوائفية، هاول واقفين ضد بعضه، شو بيعمل تاني مرات تاني بيعمل ضده. أنا مش مع هالرأي، أنا مع إنه يكونوا ناس فايتين ببعضهم بلبنان ويقرروا مع بعضهم. بالزمان شو اسمه
بتونس من تحت راس الخبز طار وزير الداخلية غلى الخبز. هلا ما بيوقفوا، بيوقفوا ناس بيعتوا ناس، بيوقع قتلة منهم بيشبطوا فيهم هون. مش يعني نحن شعب مستمرين بالكسل، لا تغيير بالمدى المنظور. لنا عودة إلى الكلام السياسي مع منصور الرحبيني. أنا بس شو سر الكسل إذن عند اللبنانيين؟ مثل أمثالنا يلا. أمثالنا الذل اللي مرق علينا مئات السنين، الاحتلالات، وبعدين الناس خوف من بعضهم في لبنان. مهما كذبوا عليك وقالوا لك في كذب، في ناس خايفة من بعضها، وناس خايفة تطغي على ناس، يطغى عليهم هيدا، يطغى هيدا على هيدا. لذلك هيك ما بيقوموا، لأنه إذا قام هاو ما بيقوموا هاو، يقوموا هاو ما بيقوموا هاو. هيدي التعاسي الحقيقية. نرجع للخوف إيه؟ والباطنية بالتعاطي يعني، والتأقلم مع الظرف. يلا ماشي الحال، كل اتكل وشراب ونام وطنش طنش طنش. مش هيك بتقولوا بمسرحكم؟ خليني أرجع لحكم الرعيان، في شغلة هيك مهضومة وطريفة أدمنه هالحاكم بكرمستان، متشبس هيك بالحكم، بيركب للعرش ألارم يعني إيه؟ مثل ألارم السيارات اليوم، حتى ما يسترجي حدا، حتى ما يسترجي حدا يقرب منه. بتريدي أقرأ لك سرقة العرش؟ بقرأ لك فينا نسمع هالمشهد هيدا قصة إيه؟ الألارم مهضومي إيه؟ بتكون الجارية اللي هي ست الحسن. نعم. وست الحسن هي لطيفة، هي تقريبا البطلة. بتكون عم تنفذ العرش، عرش كاتب عليه الملك أساس العدل، مش العدل أساس الملك. الملك أساس العدل طبيعي. نعم. لأنه لو الملك ما فيش عدل هو نظريته. نعم. بتكون عم تنفذ وتصير تقول يا عرش مولانا شو فيك، إنه شيء اللي بيقعد عليك بحبش أبعد شيء إله قلب يقوم، خليني أقعد تكي بس، صير لحظة، صير ملكي لحظة. بتقعد من ساعة اللي بتقعد بيطبق عليها من هون ومن هون كل اللي بيت على إيديها، وبيبدا العرش يزمر ويصوفر مت مركب له الارم، وبيجوا ناس بينزل عسكر من السقوف وبيجوا عليها كلهم المسلحين. ليه صف عملك انقلاب انقلاب؟ انا ست الحسن عم تغطس بالبر، العرش شوي بيجي الملك بقول لك ست الحسن يا صف عمرك قوم، افتكرنا انقلاب. بتقول له مولانا عم نفض وزمر، من يوم ما ركبت له ألارم ما عاد حدا يرتاح، إذا غطت علي بلغ شيء بزمين. الملك شو بتريدي؟ عم بيصير سرقة عروشي، ما بقى حدا يسترجي إب عن كرستوس الحسن، وكيف بدو ينفضوا؟ بلا دبري حالك، ملك أوفيليا مصمد إرشان من معاشه، راح يحطه بسويسرا، رجع لقي خيو قاعد مطرحه، خيو بدو يقعد، وين بدو يقعد؟ هيدا مش معود، لو شو عمل؟ بلا صار له سنتين واقف. بتقلو قطيعة دبرولو شي مملكة ما فيه. بقول يا سيدي قطيعة دبرولو يعني شي إيه؟ مملكة. نعم. بقول يا سيدي كتبنا لبلدان العالم الثالث انه في ملك انجبيري ابن عائلة مستورة مش متطلب مع حدا، قبلوا قال الملك مكلف تاج وحق وبلاوي. بتقلو شفتوا ليش صاروا الرؤساء مرغوبين اكثر من الملوك؟ بكلفة ملك واحد بتجيب اربع خمس رؤساء، كل واحد ابو خمس سنين بتخلص ولايته وديه على بيته وجيب غيره. الملك جازي مورانية بيقول لا يا ست الحسن، هالأيام وما كان صار الرئيس مثل الملك وبيورد كمان. هون شو بتقصد تقول؟ شو رسالتك هون؟ بعدين حكيت عن خمس سنوات وبالبلد في تداول اليوم انه في تعديل، لا أنا تعديلات دستورية، انه تصير الولاية الرئاسية خمس سنوات. لا 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 قابلة يعني لا لا لا. يترشح اي يستفلوا بس انا لا مش تخيل وين لوين بس توصلنا بخلاصه هالمشهد. بدي وصلك انه في وراثي بوش ورط ابنه رئيس الجمهوريه. نعم. إيه؟ واليوم شو مصير بوش برايك؟ شو عرفتي بيورد كمان بركي بيورد ابن ابنه وابنه ما بعرف. خليني ارجع للطيفه لانه بدي اعمل معك هيك فقره سياسيه. إيه؟ إيه؟ بس ما بدي اخلطها بحكم الرعيان. يلا تما يفكرونا عم نلطش على حدا. لا مش هيك هالحدا أو عم نقصد أحد الأشخاص. لا 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 لا. لطيفة ليش بمسرحيتك وبطلتك هالسنة؟ ليش مش لطيفة؟ لطيفة هي لطيفة جدا يعني. لا هي لطيفة جدا، بس ليش لطيفة؟ رح تحكي لبناني تونسي، رح تغني باللبناني، رح تزمر بالألارم. بلا شو خبرنا ليش لطيفة؟ ليش لطيفة وليش مش لطيفة؟ اللي هيك تقلي بدي لك، الفن حضارة والحضارة انفتاح، ما في قوقعة. اليوم العولمة مننا، نحن اشتغلنا مع كريم محمود،
نجاة الصغيرة، عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، مؤخرا بتنبي جبت شباب جمال سليمان وصباح عبيد من سوريا. ما حدا قام هالأيامي. ليش هالأني مثلا عم تسألوني إنه ليش لطيفة؟ نحن كلبنانيين كتير عنا شوفينية هالأني، في غلط. عنا 200 ما شاء الله مطرب ومطربي ويرعين بهالعالم العربي يغنوا. إذا حدا قال له ما حدا الكحل بعينكم بيقيموا الأيامي وأما هالدار في تعصبية وفي كذا. هلا إذا جبت لطيفة أنا وجاي تحكي لبناني وجاي تغني لبناني، هم هذا مش خوف. الخوف على اللبناني اللي عم بيغنوا مصري وعم بيغنوا خليجي وعم ينسوا هويتهم. أنا عم بزيد الهوية. العظم اللي عملوها فيروز وعاصي ومنصور عم ينسوها، ما حدا عم بيكملها لأنه كلهم عم بيغنوا مصري، كلهم عم بيغنوا لبنانة لطيفة. لطيفة اليوم في جو الكلام عن لبنانة استحقاقاتنا. لطيفة الرحمن بدك تشوفي لطيفة التونسية. أولا صوتها جيد جدا، وثانيا ست حلوة ومخدومة، وبكرة بتشوفي لطيفة. طيب من قلة اللبنانيات يا منصور وين بطلات؟ أنا حر السابقات. أنا حر. بدي أخبرك شغلي، قلت لك بالفن في حرية والفن. ليش مثلا منجيب بلاسيتو دي مونكو منجيب بافاروتي؟ ليش منجيب بافاروتي مشتا يكون بطل مسرحية يعني رحبانية لبنانية؟ حي الله مثل بعضها منجيبه وبندفع له. ليش بدي جيب أنا حر جيب اللي بدي جيت مدام بيقوم بأغراضها للمسرح لازم يجيبه أنا. ليش بدي جيب من هون؟ في مثل بيقول احترنا يا أرعن من أبوسك. نعم. إذا جبت اللي هون بيقولوا يا خيي هذا الرحباني بيقولوا ما فيش غيره يا خيي، ما فيش غيره، قالوا لي إياها فيش غيره. جبنا هلأ لطيفة، قالوا إيه ده جايب لطيفة؟ لأنه في بطلات يعني سبق وتعملت معهم، ما بدي سمي حدا تما ننسى حدا كمان. إلي حق أنا أغير. التغيير من أجل الأفضل ولا التنويع مع لطيفة؟ من أجل الأفضل والتنويع. والإنسان دايما لما بيقدم على عمل بيحمل حساب الخسارة والربح. إذا كان بيشوف أربح إله مش رب أربح مصاري، أربح معنويا، بفكر شو بيعمل. طيب منصور، إذا لطيفة لبنانتا رح تغني لبناني، تحكي لبناني، إيه؟ حواراتها باللبناني. باللبناني باللبناني ولحد هلأ. وبعدين بدي أخبر شغلي، تفضل. لطيفة جارية، دورة جارية، والجارية بتكون بلد تاني عادة. بس يعني مدي دورة كتير منيح، انه لبس الدور كتير من كل جوانبه. بس ليش هالمرة عم بيطلع علينا منصور من بيت الدين؟ ليش مش بعلبك؟ وين العمل الموعود مع فيروز؟ من هون وعدت وقبل وعدت، لمن عملته هيك استرجاع بعلبك. مدي لك قلتولنا في عمل جديد وفي 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 عم نحكي فيه. بس طيب ليش ببيت الدين السنة؟ بيت الدين هني جميعا كانوا لطفة وكويسين، اتصلوا فيي وقالوا لي بدنا نعمل عمل سوا، عندك مانع؟ قلت له لا، ما هي القضية دايما عرض وطلب. هني كانوا كتير لطفة، ومهرجانات بيت الدين صارت شغلة كتير عظيمة، وصارت من أحسن المهرجانات، ومركزها بنص لبنان. أنا بدي أخبري قريبة على كل النقاط من العالم. في تسهيلات كبيرة بالوصول أيضا. لذلك أنا اتفقت أنا وياهم، وهو مواطنين مهمين وعنده مهرجان كتير منيح، وأنا سعيد إني أطلع على، ومش أول مرة ببيت الدين. ما عملت صيف 840 أنا ببيت الدين بالمحل زيته بقصر بيت الدين، كنا طالعين نعمل 9 حفلات عملنا 13. وهالمرة كم حفلة حكم الراعي لبيت الدين؟ أربعة قابلة للتجديد إذا إن شاء الله ديمقراطيا عم نحكي. إيه إن شاء الله، يعني إنه إذا طلبوا الناس في مجال. طيب هيدا انتاج جديد ولا سحبه من الجوارير منصور؟ لا لا لا، مثل ما بيقولوا في بالجوارير كتير اعمال. لا لا، شو بدك فيه؟ شو روتشت عمل هيك وطلعته الى الضوء؟ عمل جديد بعد اشتغلت فيه واول مرة حطيته على التمرين. ومين هي لجنة الاستشارات من حولك؟ عندي كتير بستشير كتير انا دايما. بدءا بالعيلي؟ لا 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 لا، وين العيلي؟ لعائلي يعني، بس لا في ناس كتير عندي استشارات. طيب بتحب تحكي عن باقي الفريق؟ حكينا عن لطيفة وكترنا. في عندي لطيفة تونسية جارية ست الحسن. عندي أطوان كربيج الملك رعد الثالث،
رفيق علي أحمد سعدون الراعي اللي بيصير السعدون الأول بيصير ملك، علي الزين رئيس الوزراء، أسعد حديد دكتور غنيجي رئيس المعارضة، رئيس الحزب التناحري المعارض، الحزب التناحري. المعارضة تناحر يعني قصدك؟ لا هو الحزب تبعه هاي موجودة لتناحر؟ هو الحزب التناحري اسمه ما بعرف. علينا نستخلص أنا هو مسبية. نعم. أختي أنا مش مسبية. جيلبير جالك شديد الراعي، جوزيف أصاف العقيد سلوم، روزيت أبو جودي أم الياس بتبصر لأن الملك بيأمن فنجان القهوة. نعم. أندري نكوزي ست واضحة البلد البدوية بتبصر بالوداع، جوزين نصر أبو خير، وسيم توم نواف بيك رجل ورد الخال الملكي ملكي. نعم. سيمون عبيد مطرب الأصل. عم بقلك فيها حشد كبير وفي غيرهم كتير. نعم. منصور رحباني. إيه؟ البعض بيحمل المسرح الرحباني بعد سياسي جدا، وهناك جدل حول دور المسرح بتحقيق تراكم ثقافي نحو اليأس أو الأمل بالتغيير. يعني أي دور لعبه المسرح الرحباني لحد اليوم تعتبر وبده يلعبه بعد؟ شوفي المسرح الرحباني ثبت، هلا هي في ناس ضده، في مثقفين يقولوا لي قدم شيء تاني. نحن مسرحنا جمع المثقفين والناس الطيبين وسبتت الموجي، لأنه موجتنا من سنة 57 لهلا قداش لهم عمر معنا شيء من صحة ما يأخذوني في شيء تزعبر هيك شيء مطرح بشي كم سيجارة الهيئة؟ لا 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 لأنك مشحرق اليوم صوتي عمل الألرجي. يا ستي فالمسرح الرحباني أفحل موجي ضل 50-60 سنة بالمسرح، نحن صار أكثر من 50 سنة موجي مسرح الرحباني وبعدها عم تزيد وعم تنتشر بالضياع، وعن يمن وهلأ عم يكتب عن المسرح كتب نقد عن المسرح الرحباني صاروا شي 10-12 اللي بينتقدوا الرحباني. ايه سلبا وإيجابا شو بدهم برأيك؟ شو الغاية؟ في ناس بيحبوا نوع من المسرح ثلاث زلم هيك مقوقعين على بعضهم وعم يحكوا أسود، يمكن هاي موجي مش حديثة، هاي الموجي اللي راحت اللي اجا بطركها واحد اسمه جروتوفسكي وراحت من 66 بعدهم معلقين فيها. نحن متطورين وماشيين نحن على راس التطور نحن ماشيين. منصور رحباني الى اي مدى بتعتبر المسرح الرحباني لعب دوره كفن ملتزم؟ شوفي شو التزامكم بمين؟ بالارض بالشعب بالناس بالتغيير؟ الانسان بيقول لك انا مش ملتزم، غلط، انا برج عاجي انا مش ملتزم. اي انسان قبل كل شيء بده يلتزم بالقوانين الجماليه، حتى لو قال ما بدي التزم حدا بيلتزم بالقوانين الجماليه. مش خطر براسه ابو نعسي باوروبا اذا سمع بده يمصد فيه هالقصيده بكون التزم مع فلان. بعدين التزام المسرح الرحباني ملتزم بقضايا الإنسان والحرية والتغيير دائما والميتافيزيك. نحن ناس ملتزمين بهالسداسية وما بيتغير، تتغير الوسائل لكن في الحقيقة نحن التزامنا الإنسان وحريته وتعزته، هذا الإنسان السريع العطب، هذا الجمال الهارب، نحن ملتزمين معه، ملتزمين دائما معه. نحن الجيل الشاب من الرحابني امتداد أم مدرسة قائمة بحد ذاتها بتنبع من واقع الحال؟ يا ستي كلمة مدرسة ما بعرف تطلق هيك إنه هاي مدرسة وفلين مدرسة وفلين صار مدرسة، أنا ما بفكر فيها. الجيل الجديد من الرحابني بفضل أنا ما أحكي عنه، بس إنه هاو شباب كتير درسوا الموسيقى كتير وسقفتهم منيحة عام ثقافة عامة، وهلأ عم يكتبوا وبيكتبوا بتقنية كتير عالية يعني حديثة بالعالم وموهوبين، الله يوفقهم. شو بدي أقول عنهم؟ أنا ما بقدر أقول شيء، ما بقدر أنا. خلينا نسألك كناقد يعني على فكرة مش الوالد، فيهم نسأل الناقد منصور الرحباني. فيهم من الرحباني، فيهم من الأخوان الرحباني، ما حدا بخلص من الأخوان الرحباني. ليش بدنا نكذوا؟ لا بمصر
ولا بمحل خلص، ما حدا خلص منا. حتى اللي كانوا سابقيننا بالأمر لما سمعوا تعدلوا، وأنا بعرف وما بحب أحكي، كل الناس تأثرت فينا شعرا وموسيقى. استاذ منصور، تما نسأل عن بقية الرحاب من الشباب، خلينا نسأل عن أولادك. نبلش بأسامة، كتبت كتير الصحافي عن آخر يوم. إيه؟ منصور الرحباني الناقد مش الوالد، شو بيقول؟ كتير حلوة مسرحيته، كتير حلوة وكتير حديثي. أسامة يشوط في الحداثة لبرا، لا لا قدام كتير، نعم كتير منيحة وعنيد كتير أسامة. قد يكون في بعض الاختلافات، مثلا ما في حدا كوبي كونفورم عن التاني، نسخة كربون عن الآخر. يعني قريت عنوان بيقول ماذا فعل أسامة الرحباني بويليام شكسبير، رد أسامة وصار في أخذ ورد. لا لا شو بدك بشغلي، عاملها شغلة. شو القصد من هالسؤال؟ خبر عاملها قصة لبنانية كتير حلوة وكتير بتتصدق، ومش مغير شيء من شكسبير أبدا، ذات التفاصيل وذات التقاطع وذات هذا، ما غير شيء من أحداث شكسبير وملبننا منيح. نعم. هل هناك صراع أجيال في المسرح اللبناني؟ دايما بقول اللبناني لأنكم بتمثلوا لبنان. إيه ورأي عالي هيك. صراع أجيال؟ هل هناك صراع أجيال في المسرح الرحباني؟ لا. أم امتداد؟ شوفي بدي خبري شغلي، كل شيء حتى لو خيك أو هذا، في صراع. في صراع الأجمل والأنا. الأنا هي الإيجو، ومنها تبدأ كل العلوم وكل الفلسفات اللي بيحكي الإنسان. هو يقولوا لك كل علم النفس يبدأ من الأنا والإيجو. لذلك اللي بيعملها ابني اللي بيعمل بده يفكر إنه بده يتجوز بيو، وإذا ما فكر بيكون غلط. لازم يفكر بهالحقيقة، بدي يتجوز أهله، بدي يتجوز مين مكان. أنا بدي يتجوز مين مكان، لما بفكر هذا الصراع. بس هذا الصراع مش بيأدي إنه أم طرقته بوكس وطرقني بوكس وتقتلنا، لا، هذا شيء حقيقي وما إنساني لازم يصير. يعني المسرح الرحباني هو فقط مسرح الأخوين عاصي ومنصور؟ إيه؟ والأجيال اليوم لا لا عم بتقدموا شيء تاني؟ مسرح أصلا ما في إلا أخوين رحباني، عاصي ومنصور، والشباب أبنائنا مسرح لأنه من بيت الرحباني. شفتي لي كيف؟ إنما مروان وغدي بيشتغلوا مع بعضهم، بيقول تلحين مروان الرحباني وتلحين غدي الرحباني منفصلين عن بعضهم، وأسامة تلحين أسامة الرحباني، كل واحد بيحط اسمه، بينما الأخوين رحباني ظهرة تانية نسيوا بعضهم والتحموا، ما عاد في لا عاصي ولا منصور، صار في اخوين رحباني. شفتي واليوم بحكم الرعيان مين ملحن؟ هذا شيء ثاني. انا الاخراج مين عم يركض؟ انا بحكم الرعيان ماشي الزيت على الطرق القديمه. نحن لما كنا انا وعاصي كنا نجيب فيلمون نعطيه الحان، كنا نجيب مثلا مرات زياد نعطيه الحان، الياسر الرحباني دايما كان له الحين. انا هلا ماشي الزيت بعدني مثلا بملوك الطوائف بسقراط كنت ملحن انا واعطيت الياسر الحين. هلا بهيدي اللي عم لحن انا، وفي بلحن معي غدي واسامه، ونزل مروان بالهليكوبتر علينا كمان خطف لحن وراح كمان. مروان بحكم الرعيان عنده لحن؟ عنده لحن عن الإخراج؟ كله بلحن. وأنا بيقولوا بدو تنوع، الناس بدو تنوع، أنا رح أعطيهم التنوع. هذه أنا بلحن. يعني مزيج هالحكم الرعيان هي مزيج من منصور المسرح الرحباني ملوك الطوائف، نعم، والأجيال الجديدة، كل عمره مسرحنا مزيج. ما هلأ نجي وضح أكثر، حاطت مروان وغدي وأسامة لحنوا، نعم، بملوك الطوائف لحنوا، بسقراط لحنوا كمان. منصور بدي أرجع لحكم الرعيان ولست الحسن هيدي. إيه؟ يعني والملك ملك كرمستان تعود يشرب حليب كل يوم من عبكرة ست واق حليب. ست واق؟ ليش مركز على ست واق حليب؟ أنا ركزت الملك مركز هو هيك حرشية سودة. نعم تعرف الملك المعزي الحرشية تصورها ما ست
وحليب يوميا. هي وجايبت له هالحليبات ست الحسن. بتسمع الراعي سعدون عم بغني هالبيت العتيبة، بيقول كرمستان لو صار وحكمتك، حكمتك كرمستان لو صار وحكمتك لمشي الديب والعذي سوا. مش قليل. شو عملت ست الحسن هون؟ قلت له شرشوح، انت بدك تحكم كرمستان؟ قال مين بيعرف، هو يمكن كمان بيعرف بس عنده طموحات هذا الراعي. نعم. قلت له ما بتخاف خبر الملك؟ قال لي خبري. معلش بتاخد الحليبات وبتروح. وشو بيصير؟ شو بيصير؟ انه هو كمان في بيقدر الراعي سعدون يقنع الملك انه يحكم له شي سنه هيك؟ الراعي الملك بتخبره ست الحسن، بتقول له الراعي قال هيك، بيقول لها هيدا حكي لعياني مشيه بالحرش. بس الملك ضلت براسه كترت عليه الطلبات تيعين ولي عهد او تيعين واحد على مطرحه وياخد اجازه شي يومين ثلاثه شي سنه شي 10 ايام، وصار في مظاهرات في البلد وعم يطلبوا انه يتنحى وليلا. قال براسه انا بدي اعمل فيه مقلب للناس، رح جيب واحد لا بهش ولا بنش، بتعرفي لا بهش ولا بنش؟ الراعي حطه ملك وانا بدل خلف ستار، انا بحرك بحكم وبعمل عزوئي. وهذا سعدون في قرابي نحن وياه، خاله كان تيس معزي عن جدي في القرابي. نعم. بجيبه بتحكم بحكم، بتقدر بقول له حسني، بقول له كيف ما تحسب انه قطيع المعزي بتمشي الناس، عصا قطيع المعزي بتمشي الناس؟ قال له كل قطيع وله عصا، بقول له مش قليل، بقول له مش قليل، بحكمه بيستمحي من ساعة وبذهنه انه هيدا واجهة هو بيحكم من وراء. بس من ساعة ما بيسلم الحكم بيكونوا كلهم هالنبلاء حاضرين وهالزوات وهالمعارضة والحكم، بيشيل الحجر وبيحكيهم بلغة الرعيين بري تع تع تع، وبحجر صوبهم سكتوا كلهم. انه في اعتراض؟ لا، حكم بفضل بساطته يعني، وهيك حبوا الناس بساطته وملعون قوي. نعم. وعنده جروب معازي كمان، عنده ستاف معازي طبعا، في ستاف كل فريق ومعه معه فريق اداري إيه؟ استشاري. فحكم، اجى الملك حاول يدل يحكم بمستار، تعال راس براس طربوشي، انا عائلتي براس طربوشي، خلوه على قصر الصيف، جيبوا له 4-5 عنزيت يتسلى فيهم، بقول له وراسا ومنع، اتخذ قرارات راسا. مثلا يسمى رئيس الوزراء راعي الرعيين، تلغى تسمية رئيس الوزراء، تسمى رأسه. عمل طائف يعني؟ شو عمل طائف؟ لا لا، هو الناس هم ملكة، هذا لا طائف ولا شيء، هو بيعرف شو الطائف. نعم. ان الوزير مثلا يصفي راعي، مثلا بدل وزير المالية راعي المالية، وزير الخارجية راعي الخارجية، وهيك مثلا لأجل يقفل مطبخ القصر لأجل ترشيد الإنفاق، ويجيبوا الأكل من سيرة المعزي، جبني ولبني وقريش وهك عاطل عرايس لبني. إيه؟ بس نجاح سعدون ما عجب الملك. عطي وقال له سني، إذا نجحت كفيك، إذا ما نجحت أنا ترعى بأرض المملكة وإذا ما نجحت بدي أحبسك أبو المعزي. بقول له سعدون، قلت لكن سعدون رأسا نجح بيجمع بهالوزراء، مش كلهم طيبين، كلهم كويسين، هيديك ما يخليهمش يشتغلوا. حصل تغيير، نرجع للتغيير، ما عجب الملك. قال لهم يا شباب اشتغلوا انتم ونحن بنحكي مع بعضنا، انا مش اخبر منكم، بدليل انا كل انسان بيقدر يكون وزير، انا الراعي صرت ملك. اشتغلوا، بعد كم شهر تحسنت الشغله، الملك نرفز انه برضون يعني شو هالقصة ضبطت معه لسعدون وانا رح صير برا. صار يعمل عليه مؤامرات، يعمل كذا ويجيب المعارضين ويعمل هيدا. تنفجرت معارضة كبيرة كثيرة، اجا قال لهم انا بدي الغي الملكية، ونادي بحالي سعدون الرابع. بس بالاول بعت له لسعدون امرأة يعني. لا، بعدين الجارية ست الحسن دخلت على حياة سعدون، بعتوها على اساس حتى تعلموا الفسق والسكر والرشوة ما شفته، بس الحب والغرام حبته ايه ده بيوم. خليني اوقف هون. ايه
ليش استعمال المرأة دائما للإغراء والفساد وتفخيخ هيك الأخلاق؟ لا للتغيير. بدي إلي شغلي بس هي ما قال له الديب لأبنه، قال له ابنه للديب، لك يا بيي شو هون الناس لحقيننا من الشميس للدليل بحجرونا، قال له يخرب بيتهم شو أذب. شو التفت قال له حدا سمعنا؟ قال له نحن مش قليل، المرأة مش قليلة كمان. بعرف بس بدي ارجع لعندك منصور، بعرف انك محبة بتقدس المرأة بالنسبة لك أنا مخلوق مهم جدا. شيء كل شيء كل شيء كيف تستعمل المرأة اليوم؟ لفتني هالشيء انه بيرسلوا له ست الحسن المرأة لتغيير حياته وتعليم بس شو عملت؟ كانت شيء مهم كثير، راحت حبته وصوت صاحب ضمير. يعني ايه كانت عندها ضمير. لمن بتحب المرأة بتغير كل القصة؟ لا عم بحكي عن المرأة بعدني. إيه؟ هلا واصل لعندك على الحب والغرام اللي قريت عنه بالصحف. إيه؟ بس المرأة بشكل عام لمن بتحب بتضل تشغل عقلها ولا حسب عواطفها بتمشي ولا شو بتعمل المرأة لمن بتحب؟ هيدي بتغير الرجل؟ يا قادرة تغير الرجل لمن بتحبه؟ يا ست وردي، يا نعم، أنا ما كنت مرأة بحياتي، أنت ست مرأة عظيمة ومسرحياتك خلقت شخصيات. أعطيني النصيحة، خلقت شخصيات، فهميني أنا. بس خبرني شو بتعمل المرأة؟ أنا بعتقد إنه المرأة بتقدر تغير الرجل، معلوم. بس ليش بيستعملوا المرأة دائما بهيك بمهمات؟ لأنه شغلة أوقات غير أخلاقية. لا، لأنه المرأة شغلة مهمة كثير ومغري كثير، بيستعملوها كأيدي نافذة، لا ما بتخيب، يعني قوية، بتقدر، عندها سلطان وعندها سيطرة. بعدين مرات بيستعملوا الرجل كأداة زعبرة ومش منيحة. نعم، ما إلها علاقة. لكن بما انه جاري، انه بعثوا له جاري تبعه تغير له مسار حياته، تغير له مسار حياته. نعم، بس الهيئه اكتشفته انه صاحب ضمير، صاحب ضمير حبته. يعني مش راح نخبر كل القصه. لا، هالملك رعد الثالث هيدا ما بيقدر يبقى بالنهايه، بس راح اوقف هون. بس كلامنا منصور الرحباني وانا عن المراه هيك بالصدفه، الهيئه انه اليوم غبطت البطريرك صفير تحدث عن الأخلاق. إيه؟ بعظة يوم الأحد، وتفاجأ كمان الزميل المخرج مارون لأنه عم بتابع الأخبار وسمعنا عم نحكي عن المرأة. بركي سوا نحن وياك منصور نسمع غبطة البطريرك شو قال. معلوم العمل يفضل على الرأسمال، ذلك أن العمل يقوم به الإنسان، فهو كائن حي له كرامته لكونه مخلوقا على صورة الله ومثاله، ولا يجوز احتقاره وامتهانه وتشبيه صورة الله فيه. أما رأس مال وسائل الإنتاج وإن كان لابد منها لهذا الإنتاج، فيمكن أن تتقدم على الإنسان وتفضل عليه، لأن هذه كلها هي من صنع الإنسان. ولكننا نرى فيما حولنا وفي منطقتنا أن هذا الإنسان يعامل لا كإنسان بل كسلعة تباع وتشرى بأبخس الأسعار، ولا نعني بذلك فقط ما يسام من أنواع التعذيب والأهوان وهذا رهيب، بل نعني أيضا استعمال هذا الإنسان كأداة له ومتعة. وإلا ما معنى هذه الإعلانات المزروعة على جوانب الطرقات والتي تؤذي العيون وتجرح الفضيلة وتحد من قدر الإنسان وتنحدر به إلى مستوى حيوان، وكأنما تنشره المجلات ووسائل الإعلام المرئية من صور إباحية ومشاهد مثيرة غير كاف لإفساد أخلاق الشبان عندنا والشباب. ونتساءل أين أصبحت سلطة الأخلاق؟ ولو كانت عندنا حصانة من أخلاق كما كنا نسمع بأخبار الهدر والاختلاس والتزوير وضروب الاحتيال في الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة والمصارف، وكأننا قد تناسينا ما يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صوت لبنان من تابع المجالس بالأمانات منصور الرحباني، شو رأيك بكلام غبطة البطريرك اليوم؟ بترك الكلام طبعا دائما. لا يعلو عليه. الإنسان سلعة
حكي عن الإعلانات على الطرقات واستعمال المرأة والصور، وتحدث عن الأخلاق وختمها إنما، وسأل وين شرطة الأخلاق. منصور، الإنسان صار سلعة، هيدي والأخلاق هيئتها محطوطة بالفريزر بشي مكان، مش ما منا موجودة، ليست من هذا العالم بقى. مش المرأة سلعة، الإنسان سلعة. الإنسان كله، كل إنسانيته ما بقاش تسوي شيء، لأنه عالم بيلتهم الناس، بيلتهم الحقيقة، بيلتهم كل شيء. المال ديدن، ولك اللغة ديدن، والمال يعني أهم شيء عنده المال. نعم، والمادي. لذلك الإنسان ما عاد له قيمة، لو كان مرة ولا كان رجل. عم بحط رجل، أنا مش عم بعمل إنه من نوع إنه تعادل الشغلي، بس الحقيقة المبدأ هو الإنسان ما له قيمة. يعني عم نقول تعوا صيفوا عنا، تعوا عملوا سياحة عنا، ما بدنا تعوا صيفوا عنا حيث لا أخلاق، يعني حيث المكان اللي بتقدروا تعملوا فيه شو ما بدكن، الأشياء اللي ما ممكن تعملوها وين مكان بهالعالم. يعني أي صفة، أي شيء عم نعطي، يعني أي صفة للبنان اليوم. شوفي، أنا مع الحرية، والحرية تعطى للإنسان، لكن الحرية خطرة جدا يا سيدتي. إذا عرفنا كيف بدنا نعملها، نستعملها، نوصل للتقدم وللتخطي والأعمال كتير. لكن إذا استعملنا الحرية طبقا لغرائزنا، حب المال، غريزتي إني أعمل بديه حتى يمكن ألبط الزلم اللي ماشي حدي إنه حر أنا، وأعمل زعبر على هذا بالميزان، زعبر على هذا بالسعر إنه أنا حر، في شيء ما بساعتها بتكون عم بتسابق بالسقوط. الحرية يا مولاتي، أنا بتصور إلى شروط. شروط الحرية أن يكون الإنسان أهلا للحرية. وبرجع للمرأة، أنه كمان عاملين هالمرأة سلعة، هيك سلعة ترويج للبنان بشكل أو بآخر. هل هالشي إذا حطوا صورة وحدة حلوة، أحنا ما يحطوا صورة منصور، بس في إطار معين، يعني في كادر معين. في إطار معين. بدي كمان بحضورك منصور الرحباني، قبل ما يتابع بالحديث عن المسرح، عم يستعملوا الهيئة هالإعلانات، مع احترامي للمعلنين الكرام يعني، بس مش هيدا هو بقى الإعلان بلبنان، بطل في أصول، بطل في لياقة يعني. لا لا، بالإعلان، خاصة الإعلانات على الطرقات، هاللوحات هيدي صرنا بغابة إعلانات على الطرقات وعلى الأوتوستراد. يعني في مسيرة لبعض رؤساء البلديات، نرجوكم لبنان وشوارع لبنان وأوتوسترادات لبنان منا شاشة، منا مكان صالح لهالكثافة، لهالغابة. مبدأ استعمال الحرية، حريتهم هون بتوصل انه انا بعمل هالحرية، هالشغلة حرية فلتاني، هاي حرية البشاعة، تكديس البشاعة. نعم، وتوسترداتنا إلنا ولجمال، يعني عيوننا بدها تشوف جمال. نرجو تنظيم الإعلانات، بانويات الإعلانات على الطرقات، عم بتشوهوا، عم بتبشعوا. فبدنا نعمل حملة نحن وياك، إيدنا بإيدك منصور الرحماني، بهالإطار، من أجل لبنان الحلو الأخضر اللي تغنيته. لازم يكون في مطارح، في بلويات ومطارح ما فيش، خلاص. طبعا يكون في ترخيص يحترموه الكل، يعني مش هيك كرمال عيون فلام عم بيجوا رسم أزلام ومحاسيب فيها تركب وتعمل شو ما بدها. هاي مشكلتنا، مشكلة الانتخاب، الناخب والنايب. برعمل لك هذا، تجاوز القانون وأنا بحميك. نعم. أما الإنسان السلعة كمان، بدنا نطلع شوي من لبنان، نروح على العراق والسعودية وغيره، بفلسطين شو عم بيشتير بشاعة، يعني قطع الرؤوس مثلا. شفت هي أكبر بشاعة، هالصور هي أكبر بشاعة، بشاعة إنه الإنسان بده يقتل الإنسان. هي فيها وحشية الإنسان، هالوحشية اللي عم نشهدها اليوم، الوحشية إلى أين، إلى أي مدى بعد، إلى وحشية تانية، رايحين إلى وحشية. الوحشية تقود للوحشية، هذا اللي بيقطع راس واللي بيلغم واللي بيعمل هذا ما رح يجي يصير استاذ بالسوربون، ما بيفكر انه يكون يوما ما استاذ بجامعة. هذا يقود شو اسمه، القتل يقود الى القتل يا سيدتي. نعم. الارهاب يقود الى الارهاب.
هيدا شغل عم بتصير بالشيعة وكل هذه الحركات. يعني بدي لي شغلة، الناس بيحكوا وبيسبوا وبيقولوا إسرائيل، لكن معلش أنا إنسان بدروس الأشياء كثير، إلا مصلحة إسرائيل يكون هيك. ليش؟ حتى تغير النظرية اللي بتقول ممكن يتعيشوا الدينات، أدي حتى تبرر حضوره في هذه المنطقة من فئة واحدة منغلقة على ذاتها، حتى تحقق وطن إسرائيل، لأنه حكومتنا ما بتقرأ وكل العرب ما بيقروا. بكل أسف أي إنسان يأخذ التوراة بيشوف شو قايل لهم إله إسرائيل. هني إله إسرائيل، هل هني مؤمنين في اليهود؟ في ناس مؤمنين في ناس مش مؤمنين، بس كبيرة موجي بتفيدهم. بقلوا وكلم من رب موسى قائلا سئمتوا مكوس هذا الشعب كذا كذا، انظروا إلى جبال إلى أرض كنعان. أرض كنعان هي لبنان وسوريا. الأرض التي تدر لبنا وعسلا، اصعلوا فتملكوها وتكون لكم ولنسلكم إلى الأبد. يعني موعودين فينا، موعودين يخلونا. هلأ بيقولوا مش عاملين محددين الحلول الشمالية لإسرائيل شي، لا. فكل سنة مثلا بيشتغلوا ألون تيرم، كل 500 سنة كل 50 سنة حسب هذا بينطوا بيك تشوكتشي. هني مش مستعجلين تحققوا الوطن تبعهم، لأنه ضلوا 2000 سنة بالبشتات ويقول لي كل سنة إن شاء الله تجي بالقدس، بعد 2000 سنة رجعوا. هلأ يمكن بعد تأخذ 500 سنة 1000 سنة. نحن لازم، نحن أنا اللي بقوله علينا أن نتحول من كمية لنوعية بسرعة، أن يصير حتى نغير رأي العالم فينا. شو اللي عم يعمل إسرائيل؟ الناس مصهينين عنهم، رأي العالم غافل عنهم، بيقول هم متحضرين وهو التانيين هوليك متوحشين. للحقيقة بدي لي شيء، أنا كنت صرخ من 30 سنة هالجنوب خليه يتعمر، صعب حدا يبلع شغلة منيحة. يقولوني من وقتها من شين تخلو إسرائيل، ولكن أنتم انتهازية كنت قلون ساعتها لم توقفي هلانية. أنا إنسان وما حدا بيسترجي يعلم علي بيحب فلسطين والهيدا. لم تشوف المزارع بجهة إسرائيل كيف عمراني، وعنا في خراب وهيدا. حررنا الجنوب، شو عملنا؟ طيب ما عندناش رؤية مستقبلية لتعمير الجنوب. جنوب أرض حلوة كتير ومن أجمل الأراضي، أجمل المناطق بلبنان، من أجمل المناطق. ليش ما من 20-30 سنة بنصرخ نحن؟ وين إني أهل الجنوب ما بيرجعوا لأرضهم يحيون قاعدين فوق بعضهم؟ الناس عم يعملوا هجرة إلى بيروت. يا ست ورتي هيدي دولة بدها تشتغل، الدولة بدها تشغل الناس. هلا كل شيء بيصير هو الدولة اللي بتصدر. هلا نحن شو بدنا؟ ليش ميتين هلا؟ لأنه حاطيننا تحت مديونية كبيرة، كلنا طفرانين وكلنا عندنا نفسية ميتة كشعب لبناني. عدا عن فرملة يعني الإصلاحات بلبنان بسبب الخلافات الرئاسية المستمرة، يعني ما قدرنا نعمل ولا إصلاح. كمان ما في رؤية، ما في نظرة إلى الأرض، إلى الصناعة، صبيح. إلى الزراعة. لك يا ستي في مثل اللي بتورط النار يعني نار وفيش مصاري، ما بحدا بيقدر يعمل مشروع منه. قبل ما نرجع على المسرح بصورة عامة، هناك على المسرح العالمي فيلم مستمر محاربة الإرهاب. طالما حكيت عن إسرائيل وحكينا عن البشاعة وعن إسرائيل وعن قطع الرؤوس، يا ترى هل نشحوا الأمريكان بمحاربة الإرهاب؟ لا. إلى أين هذا العذاب؟ إلى أين المزيد من الشهداء يوميا، دم وصور وقتل؟ إلى متى هذه المشاهد رح تضل مستمرة؟ الأمريكان بيبلشوا ما بيعرفوا يعرفوا يخلصوا، دايما هيك. ما بعرف شو هيك. أما الشيء الصورة الواضحة إنه علقوا بشغلة رح تصفي شغلة كيرسي عالمية، كيرسي عالمية. وين ما إجوا؟ طيب شو عملوا؟ إجوا يحطوا إيدون على البترول؟ بتعرفي منهم مش واضحين، هني مش واضحين. الأمريكان عم بيروح قتلة، عم بيروح إيه، ما بتعرفي شو بدون سياستون. بس اللي قلنا نحن، اللي ظاهرة قلنا نحن، ما
ما نجحوا. ما كيف عم تقرا المنطقه؟ كنتوا تقروا وتتذكروا المستقبل. ليه؟ كل مسرحياتكم اللي بنرجع بنسمعها اليوم بنفكر انكتبت بهاللحظه اليوم او امبارح بالاشياء اللي صارت. شو ايش على المنطقه؟ لوين المنطقة؟ المزيد من الدم، المزيد من الشهداء، في دم، في دم، من الحروب، من التقاتل، في 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 شو لوين؟ في والأصولية، الأصولية بدأت تنمى شوي بعد كمان، هذا شيء مش لازم يبقى. الأصولية عم تصير، الأصولية هي عم تجي من إفلاس الناس، من إفلاسهم بالمبادئ اللي وقعوا فيها، من إفلاسهم بالديمقراطية اللي نعرف فيها، لأنه حكام عطيون ديمقراطية غلط وحرية غلط وحكم غلط وحكم هيدا، وصلوا لليأس، اليأس تعلقوا فوق ورجعوا سلفيين. يعني لمن منغني مع فيروز مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي، هالسلام هيدا لن يأتي؟ ما في سلام على هالأرض؟ السلام ليس من هذا العالم؟ لا بدو يجي، بس بيتأخر تيجي، مهما تأخر جاي بدو يجي السلام، بدو يجي وبيجي عند شعوب قبل شعوب. نحن تعاستنا انه نحن هلا شعوبنا كثير متقدسه على بعضها، وكثير في طمع فينا، نحن فينا طمع كثير من الناس الاقوياء، لانه ارض غنيه. هلا تخيل العراق ارض غنيه وناس طامعين بغنى الاخرين، هاي تشبيح. هل تقسم هالمنطقه ككل؟ عداله تشبيح، العداله كرتون. اي كرتون جدا بلولو. طبعا قبل ما نتوقف ونرجع على المسرح ومن المسرح ككل في لبنان إلى الوضع بلبنان بنظرة رحبانية، نظرة منصور، خلينا نوقف شوي مع المخرج مارون الخوري شو عنده.